بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة، والمجاز واقع خلافا للأستاذ وأبي العباس وغيرهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فما زال الحديث متعلقا بالمسائل المتعلقة بالمجاز، فإن المصنف بعدما تكلم عن المجاز وعن تعريفه وعلاماته والعلاقة التي يجب أن تكون موجودة بينه وبين الحقيقة، بدأ يتكلم المصنف عن وقوعه. وقول المصنف رحمه الله تعالى: والمجاز واقع، أي واقع في لسان العرب وموجود في لفظهم. وتعبير المصنف بأنه واقع يستلزم الجواز، إذ الوقوع هو الجواز والزيادة، وأما الجواز فلا يستلزم الوقوع، ولذا فإن التعبير بالوقوع يدل على الجواز والزيادة، وهو الوقوع. نعم. قال الشيخ: خلافا للأستاذ. أولا قدم المصنف القول الأول وهو الوقوع، فجعله مقدما مجزوما به، وهذا يدلنا على أن المصنف يرجح القول الأول، بل هو المعتمد في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعند أكثر أصحابه، بل هو قول الأئمة الأربعة كما قال ذلك ابن مفلح والمرداوي وغيره. وقد صحح كونه واقعا الكثير من علماء المذهب، بل إن العلامة أبا الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى أنه قال: لا أعلم من أصحابنا من نفى وقوع المجاز في اللسان العرب، وإنما وقع من بعضهم نفي وقوعه في القرآن، فظن بعض الصالحين من أتباع مذهب الإمام أحمد أنهم يقصدون بذلك نفي وقوع المجاز بالكلية. إذن انتهينا من المسألة الأولى وهو قول المصنف والمجاز واقع، أي عند أصحابنا، بل نفى ابن رجب الخلاف عند أصحاب الإمام أحمد المتقدمين في نفيه، وذكر ابن مفلح وغيره أنه قول الأئمة الأربعة رحمة الله على الجميع. قال الشيخ: خلافا للأستاذ. المراد بالأستاذ عند الشافعية وعند علماء الأصول معا إذا أطلق فيقصد به أبو إسحاق الإسفرايني، فإذا قيل الأستاذ أو قيل الأستاذ أبو إسحاق فإنهم يعنون به أبا إسحاق الإسفرايني، وأما إذا قيل الشيخ أبو إسحاق فإنهم يعنون به الشيرازي صاحب المهذب وغيره من الكتب. إذن فهنا المصنف وافق في قوله الأستاذ مصطلح الأصوليين والشافعية، بينما المالكية لهم مصطلح في الأستاذ فإنهم يعنون به أبا الوليد الطرطوشي. قال: خلافا للأستاذ، يعني الإسفرايني وأبي العباس. والمراد بأبي العباس الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى، وسنقف مع قول الشيخ بعد قليل. قال: وغيرهما، أي وغيرهم من العلماء، فإنهم ذكروا أنه لا مجاز واقع في لسان العرب، وممن قال ذلك غير هذين العالمين قال به من علماء اللغة أبو علي الفارسي، فإنه قد ذكر أن لا مجاز. طيب، عندنا هنا قبل أن نتكلم في رأي الشيخ تقي الدين، هؤلاء الذين نفوا وقوع المجاز ماذا يقولون عن الأمثلة التي عدها العلماء من المجاز؟ لهم مسالك. فبعضهم يقول إنها حقيقة في الوضعين، أي الوضع الأول والوضع الثاني، وإنما قيدت بقيود. وبعضهم يقول إنه من باب المتواطئ، فيكون من باب المتواطئ، وقد تقدم معنى المتواطئ. وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: إن ما يعد مجازا هو في الحقيقة من الحقيقة العرفية، فلما جعلنا الحقائق نوعين أو ثلاثة فنقول هي حقيقة عرفية سميتموها مجازا، وإلا فالحقيقة هي حقيقة. المسألة الثانية عندنا، عندما عرفنا نفي وقوع أن نفي إيقاعهم المجاز ليس معنى ذلك إبطال المعنى، وإنما جعل المعنى إما من باب المتواطئ أو من الحقيقة العرفية أو من باب الحقائق جميعا. طيب،
الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى له كلام طويل في المجاز وكثير جدا، وقد شغل الناس عليه رحمة الله، وقد ألفت كتب في تحرير نسبة قوله رحمه الله تعالى في المجاز، أهو مثبت له أم هو ناف للمجاز؟ لأن للشيخ رحمه الله تعالى كلام كثير، فتارة يطيل في نفي المجاز مثل ما قال في كتاب الإيمان، فقد أطال إطالة كبيرة في نفي المجاز، ومثله قال في المجلد 20 لما ذكر كلام الآمدي ورده، بينما له كلام آخر يصرح بالمجاز، وقد يأتي بقواعد القائلين به من وجود العلاقة ونحو ذلك من الأمور التي سبق ذكرها في الدرس الماضي. وقد ألف عدد من المعاصرين كتبا مفردة جاوز بعضها 200 صفحة في بيان حقيقة رأي الشيخ، والذي يتبين والعلم عند الله عز وجل أن الشيخ ينكر المجاز، ومع إنكاره المجاز فإنه قد يعبر بهذا التعبير وهو المجاز إما من باب استخدام مصطلح الخصم، وهذا كثير عنده، ومن قرأ كتب الشيخ وخاصة التي هي من باب الردود كبيان تلبيس الجهمية تجد أنه يستخدم مصطلح القوم وإن كان غير مؤيد له، من باب التنزل معه في اللسان، وقد أشار لذلك في بيان تلبيس الجهمية في بعض المواضع أنه ربما استخدم اللفظ في اصطلاح خاص يقصده. الأمر الثاني أنه يحتمل أنه استعمل المجاز بمعنى الجائز كما وجهه هو في كلام الإمام أحمد، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بعد ذلك. نعم. وعلى الأول المجاز أغلب وقوعان، قال ابن جني وأكثر لغة مجاز. نعم، قال وعلى الأول أي على قول عامة أهل العلم أن المجاز واقع، فالمجاز أغلب وقوعا أي أغلب وقوعا من الحقيقة، ففي لسان العرب وجود المجاز أكثر لأن فيه تجوزا، ولأنه فيه استخدام لللفظ أكثر من موضع، ولذلك فإنه أكثر. واستدل على ذلك بقول ابن جني أكثر اللغة مجاز. قول ابن جني أكثر اللغة مجاز ذكرها في كتابه الخصائص، وقد عقد بابا كاملا في تقرير ذلك في أن أكثر اللغة المجاز، وأظن ذلك في المجلد 3 أطال عليه باب عقده في تقرير أن أكثر لسان العرب هو المجاز. طبعا قول المصنف وعلى الأول فإن المجاز هو الأغلب وقوعا، هذا الذي قدمه وتبعا لغيره رحمة الله على الجميع، لكن قال بعض المحققين وهو القاضي علاء الدين المرداوي إن ذلك ليس كذلك، بل الصواب أن الحقيقة أكثر وقوعا في لسان العرب من المجاز، وذكر أن هذا القول هو قول أكثر أهل العلم، أن أكثر أهل العلم يرون أن الحقيقة هي الأكثر وقوعا للمجاز. نعم. قال أبو العباس المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ. نعم، هذه المسألة من المسائل المهمة التي سأقف معها بعض الوقفات. قوله قال أبو العباس يعني به الشيخ تقي الدين كما تعلمون، والنص الذي نقله موجود في أكثر من مرجع من كتب الشيخ ومن غيرها. قول الشيخ تقي الدين المشهور يعني بالمشهور ليس مشهور المذهب، وإنما يعني به المشهور عند علماء الأصول وعند علماء اللغة كما صرح بذلك في بعض المواطن التي ذكر فيها هذا المعنى، فقصده بالمشهور أي المشهور عند علماء الأصول واللغة. قال أن الحقيقة والمجاز يعني أن وصف اللفظ بالحقيقة والمجاز قال من عوارض الألفاظ. لنأخذ 3 مسائل متعلقة بقول الشيخ أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ. المسألة الأولى أن معنى قوله إنه من عوارض الألفاظ أي من صفات اللفظ، فاللفظ هو الذي يوصف بأنه حقيقة أو أنه مجاز، ويقابل ذلك أننا أحيانا نصف اللفظ نصف المعنى بالحقيقة والمجاز، فحينئذ يكون الحقيقة والمجاز من عوارض المعاني لا من عوارض الألفاظ. إذن العلماء إما أن يصفوا اللفظ بكونه حقيقة أو مجازا وهو المشهور والأكثر، وإما أن يصفوا المعنى بكونه حقيقة أو مجازا. وهناك طريقة ثالثة وهو الاستعمال، فيصف الاستعمال بالحقيقة أو المجاز.
هذه الاستعمالات الثلاث ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، فقد قال في الصواعق أن العلماء لهم ثلاثة مسالك، تارة يجعلون الحقيق يعني قال هناك ثلاثة أمور: لفظ ومعنى واستعمال. فمنهم من جعل مورد التقسيم إلى حقيقة ومجاز هو اللفظ، ومنهم من جعله المعنى، ومنهم من جعله الاستعمال. فمن قال إنه من عوارض اللفظ تجده يقول هذا اللفظ حقيقة أو مجاز، ومن جعله من عوارض المعنى قال حقيقة اللفظ كذا ومجازه كذا، ومن جعله من توابع الاستعمال فإنه يقول حقيقة الأسد مثلا هو الحيوان المفترس، ومجاز الرجل الشجاع، فجعله استخدمه فجعله من توابع الاستعمال، فجعل الحقيقة والمجاز متبعة. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق. طيب، أنا أريد بس نقف هنا مسألة واحدة وهي الأهم عندي، وهي قضية عندما نقول إنه من عوارض الألفاظ أو أنه من عوارض المعاني، بمعنى أنه هل هو من صفات الألفاظ أو من صفات المعاني؟ فهل الذي يوصف بالحقيقة والمجاز هو اللفظ أم المعنى؟ أكثر أهل العلم يرونه من عوارض الألفاظ، فتصف به اللفظ للمعنى، وبناء عليه فلا يصح أن تقول إن المعنى مجاز، فلا تقول مثلا إن ذهاب فلان مجاز، فالذهاب ليس مجازا، وإنما اللفظ الذي يوصف به الشخص هو المجاز، فلا بد أن يكون اللفظ هو الذي يوصف بالمجاز لا المعنى. طيب، هل ينبني على هذه المسألة أثر أم لا أثر لها؟ نقول نعم، إن لها أثرا. فإن من قال إن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ فإنه يقول إن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي، ولذا فإن المرداوي جزم بأنها من عوارض الألفاظ، الشيخ تقي الدين قال إنها مشهور، المشهور أنها من عوارض الألفاظ، بينما المرداوي جزم جزما أنها من عوارض الألفاظ، ثم بعد ذلك قال والخلاف في هذه المسألة لفظي، بينما من قال إنها من عوارض المعاني فربما يوهم استعماله لها معنى سيئا فاسدا، كاستعمال المعتزلة حينما نفوا دلائل الأسماء فقال إن لله عز وجل أسماء لكن ليس لها معنى، وأشار لي هذا الأمر الذي ذكرت لكم قبل قليل ابن رجب، فإن ابن رجب رحمه الله تعالى لما ذكر أن بعضا من أهل العلم نفوا المجاز أشار إلى أن كثيرا من الناس يتبادر إلى فهمهم من لفظ الحقيقة والمجاز توجهها للمعاني والحقائق دون توجهها للألفاظ، هذا هو الذي يفهمه كثير من الناس، مع أن استعمال الأصوليين واللغويين إنما هم يقصدون به الألفاظ في المشهور كما قال الشيخ تقي الدين. يقول ابن رجب فإن قيل إن هذا مجاز فهموا أنه ليس تحته معنى وليست له حقيقة، فحين ذلك ينكرونه ويفرون منه، فهو إذن لما كان احتمال أنه من عوارض المعاني قد يوهم هذا المعنى الفاسد، فإنه في هذه الحال قد يكون الخلاف فيه مؤثرا من جهة المعنى، أشار لذلك ابن رجب في بعض مصنفاته رحمه الله تعالى. إذن هذه المسألة مرت معنا في التي نقلها الشيخ عن الشيخ تقي الدين أنه من عوارض الأسماء، يدلنا على أن الخلاف في هذه المسألة أغلبه هو حقيقة من الخلاف اللفظي الذي ثمرته ليست كبيرة، والشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم هم أشهر من نفى المجاز، ثم جاء من بعضهم عدد من المحققين الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله محمد الأمين وغيرهم، هو في الحقيقة عندما نفوا المجاز لا لأن المجاز في نفسه ممنوع، وإنما لأن الإكثار من استعمال المجاز قد يفضي إلى ممنوع، فهو من باب سد الذرائع. ولذا فإن ابن القيم في كتابه الصوارم في كتابه الصواعق المرسلة ذكر أن الطواغيت التي يبني عليها أهل التأويل مذهبهم أربعة، وذكر منها المجاز، ومنها كلامهم في الأحاد
ودلالته وحجيته وهكذا. فأراد الشيخ تقي الدين أن يقول إن الأصل الذي تستندون إليه باطل من أساسه، ثم إن أثبتنا فإننا نناقشكم في صحته، في صحة استدلالكم به على نفي معاني أسماء الله وصفاته جل وعلا. نعم. وهو في القرآن عند أكثر أصحابنا وغيرهم. نعم، قال الشيخ وهو في القرآن أي وهو واقع في القرآن عند أكثر أصحابنا. قوله أكثر أصحابنا يعني أصحاب الإمام أحمد، وقد قال القاضي أبو يعلى هو قول الجماعة، وكلمة الجماعة إذا أطلقت عند أصحاب الإمام أحمد فيعنون به قول الأكثر، ولذا فإنه إذا قيل رواه عن أحمد الجماعة فإنه ليس مراد بهم الستة أو السبعة أو العشرة على الخلاف في عدهم، وإنما المقصود به قول الأكثر من الرواة أو نقل الأكثر من الرواة عنه رحمه الله تعالى. قال وغيرهم أي وغيرهم من أهل العلم فإنهم قالوا بذلك. طبعا هنا المسألة سيأتي فيها خلاف بعد قليل. قال إمامنا في قوله تعالى إنا نحن هذا من مجاز اللغة. نعم. وأوله أبو العباس على الجائز في اللغة. نعم، قال إمامنا، يقصد بإمامنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، في قوله تعالى إنا نحن وغيرها من الآيات قال هذا من مجاز القرآن. هذه قالها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب الرد على الجهمية، ونص كلامه مهم أن أنقل نص كلامه لأنه يفيدنا في توجيه الشيخ تقي الدين. نص كلامه أنه قال أي الإمام أحمد أما قوله إنا معكم مستمعون فهذا في مجاز اللغة، يقول الرجل للرجل إنا سنجري عليك رزقك، إنا سنفعل بك خيرا. وأما قوله، ما زال الكلام لأحمد، إنني معكما أسمع وأرى، فهو جائز في اللغة، يقول الرجل الواحد للرجل سأجري عليك رزقك أو سأفعل بك خيرا. هذا النص على الإمام أحمد استخدم مصطلحين، الأول عبر بالمجاز والثاني عبر بالجائز، لذا فإن الشيخ تقي الدين نقل عنه المصنف أنه قال وأوله أبو العباس يعني الشيخ تقي الدين على الجائز في اللغة، لأن أحمد استعمل اللفظين في سياق واحد بل في جملة متصلة، فكأن المجاز عنده بمعنى الجائز في اللغة. ولذلك فإن الشيخ تقي الدين يقول لا يعرف هذا المصطلح، وهو مصطلح المجاز عند العلماء المتقدمين حتى الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة لا يوجد في استخدامهم، وأول من استخدمه استخداما ظاهرا هو أبو عبيدة معمر بن مثنى في كتابه مجاز القرآن المطبوع في مجلدين، ومراده بالمجاز غير المراد الذي يقصده من بعده من المجاز، وهو استعمال الأول والوضع الثاني. نعم. ومنع منه بعض الظاهرية ابن حامد، وحكاه الفخر إسماعيل رواية، وحكاه أبو الفضل التميمي عن أصحابنا. نعم، قال ومنع منه أي منع من وقوعه في القرآن بعض الظاهرية. عندنا في بعض الظاهرية طبعا أول شيء المنع سببه قالوا لأن المجاز من علاماته صحة النفي، والقرآن ليس فيه شيء منفي، ولذلك فإنه لا يقع المجاز في القرآن. قال ومنع منه بعض الظاهرية، هؤلاء الظاهرية الذين نسب إليهم هو محمد بن داود الظاهري تلميذ وابن داود الظاهري المشهور، كما أنه نسب لرجل يدعى بأبي الحسن الخرزي، وأبو الحسن الخرزي سيمر معنا إن شاء الله الكلام عنه بعد ذلك، قيل إنه من علماء الظاهرية في بغداد، وقيل إنه من علماء الحنابلة، والأظهر كما قال الموفق وغيره أنه من الحنابلة وليس من الظاهرية. قال وابن حامد عروف الشيخ تقي الدين، والفخر إسماعيل أيضا هذا من علماء الحنابلة وهو شيخ المجد بن تيمية، طبعا هو بغدادي. قال حكوه رواية، معنى قوله رواية أي عن الإمام أحمد، لأن إطلاق لفظ الرواية كما مر معنا قبله يصدق على أمرين، إما على القول في مذهب الإمام أحمد أو على منصوصه، وهنا المراد منصوص الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال وحكاه أبو الفضل التميمي صاحب المعتقد وغيره عن أصحابنا، أي هو قول أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب، هل هذا الخلاف له ثمرة قبل أن ننتقل بعدها؟ نقول قبل أن نقول إن له ثمرة، فإن بعضا من أهل العلم وهو أبو حامد الغزالي في كتابه أساس القياس قال إن الخلاف بين المثبتين والمانعين يكاد أن يكون
أي في وقوع المجاز في القرآن يكاد أن يكون خلافا شكليا. وذلك يقول وكلا القائلين بالقولين محق. قال ولو شرح كل واحد ما أراده بالمجاز الذي نفاه أو أثبته لم يخالفه صاحبه. إذن فالمثبت والنافي يتكلمون عن أشياء مختلفة، وهذه التي تتكلم عنها كثير من علماء أهل الكلام لما قالوا إن أغلب اختلاف العقلاء بسبب الاشتراك في الألفاظ. في ذلك أن تبين ما مرادك بما تناظر عنه وما تستدل له قد يرفع عن كثير من النزاع الذي لا حاجة إليه. هل في ذلك يعني ثمرة؟ ربما فيه ثمرة أشار إليها الموفق في المغني في قول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض. قول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض، هل هو محمول على مكان الحيض فيحرم موضع خروج الحيض فقط كما هو مشهور المذهب، أم أنه مطلق الانتفاع فيكون مقصودا به المجاز؟ ولذلك ذكر الموفق وتبعه ابن أخيه في الشرح أن الناس قد اختلفوا في المحيض في قول عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض، فقيل إنهما إنه بمعنى الحيض، وقيل طبعا واستدلوا لأن الله عز وجل يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فالأولى المحيض بمعنى الحيض فالثانية مثلها. وقيل وهو كلام ابن عقيل أن المراد بالحيض المراد بالمحيض هو مكان الحيض، وبناء على ذلك فيرى أن الآيات الأخرى كأول الآية ويسألونك عن المحيض إنما هو من باب المجاز وليس من باب الحقيقة. وحينئذ ذكر أن فائدة الخلافين الموفق ما ذكرت لكم قبل قليل. نعم. وحكي عن ابن داود منعه في الحديث أيضا. نعم، ابن داود هو محمد بن داود، منعه أي منع وقوع المجاز في الحديث أيضا للعلة المتقدمة، وكل من منع وقوع المجاز في الحديث منع وقوعه في القرآن. طبعا لم يذكر الشيخ تقي الدين لأن الشيخ تقي الدين ينفي وقوع المجاز في اللغة مطلقا، فهو من باب أولى ينفي وقوعه في القرآن وفي السنة مثله تلميذه ابن القيم رحمة الله على الجميع. نعم. وقد يكون المجاز في الإسناد. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن النوع الثاني من المجاز. فالنوع الأول الذي أطلنا فيه قبله هو المجاز في اللفظ المفرد، وبدأ يتكلم المصنف عن المجاز في التركيب فقال وقد يكون المجاز في الإسناد، والإسناد من التركيب. ما معنى الإسناد؟ قالوا هو أن يسند الشيء لغير من هو له. ما معنى المجاز في الإسناد؟ معنى المجاز في الإسناد هو أن يسند الشيء لمن هو ليس له لأجل ملابسة ومشاكلة بينهما، وهذا كثير جدا في لسان العرب بل حتى في كتاب الله عز وجل. مثاله في كتاب الله عز وجل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فنسب الزيادة للآيات مع أن الذي يزيد الإيمان هو الله عز وجل، وهذا معنى قوله وقد يكون المجاز في الإسناد. نعم. خلافا لقوم. قال خلافا لقوم، طبعا ذكر المرداوي أن عامة أصحاب مذهب الإمام أحمد يجيزون المجاز في الإسناد، وأما الذين يخالفون في ذلك فهم جماعة ومنهم ابن الحاجب. ولذلك فإن المصنف في هذه المسألة خالف فيها ابن الحاجب وقدم مذهب أحمد، فإن مذهب الإمام أحمد كما قلت لكم على المرداوي أن عامتهم يجيزون المجاز في المفرد وفي الإسناد، بينما ابن الحاجب يجيزه في المفرد ولا يجيزه في الإسناد، فخالفه المصنف في هذه المسألة. فقوله خلافا لقوم يعني به ابن الحاجب ومن وافقه في هذه المسألة. طيب، الذين يجيزون الإسناد الذين يجيزون المجاز في المفرد دون الإسناد ماذا يقولون؟ يقولون إن المجاز في الحقيقة مثبت في المسند أو في المسند إليه وليس موجودا في الإسناد نفسه. فعلى سبيل المثال في هذه الآية وهي قول الله عز وجل فزادتهم إيمانا، لهم تأويلات لكي لا يكون المجاز في الإسناد، فيقولون إن قوله جل وعلا زادتهم أي ازدادوا هم بها من غير
فاعل، هو الذي يكون فاعل، فحينئذ ينسب المجاز للمسند، أو ينسبونه للمسند إليه فيقولون زادهم الله بها إيمانا، فينسبونه إلى فعل الله عز وجل. نعم. وفي الأفعال والحروف وفاق لابن عبد السلام والنقشواني. نعم، قال وفي الأفعال والحروف، أي أن المجاز يجري في الأفعال جميعا، وما في معنى الأفعال كالمشتقات التي سنتكلم عنها كاسم الفاعل والمفعول والصفة وغيرها، وهذا كثير جدا، مثل صلى الرجل بمعنى في اللغة أنه دعا، وفي الحقيقة الشرعية أنه فعل الأفعال المشروعة التي نعرفها. فإذا قلت صلى الرجل بمعنى دعا فإنه مجاز في مقابلة الحقيقة الشرعية، لأن سبق معنا قبل أن كل حقيقة شرعية مجاز باعتبار الحقيقة اللغوية والعكس كذلك. نعم. الحروف أيضا من أمثلتها قول الله عز وجل فهل أنتم مسلمون، قال هنا نقلت هل عن معناها الحقيقي وهو الاستفهام إلى معنى الأمر أي فأسلموا. نعم، قال وفاقا لابن عبد السلام والنقشواني، ابن عبد السلام معروف، والنقشواني هذا هو أحد شراح المحصول. نعم. ومنع الإمام الحرف مطلقا والفعل مشتق إلا بالتبع. قال ومنع الإمام المراد به الفخر الرازي في المحصول الحرف مطلقا، أي وقوع المجازي في الحرف مطلقا. قول المصنف رحمه الله تعالى منع الرازي وقوع المجازي في الحرف مطلقا، الحقيقة غير دقيقة هذه، أو ليست دقيقة، نقول هي مشكلة فيها إشكال. لماذا؟ لأن الرازي لم يمنع المجاز في الحروف مطلقا، وإنما منعها إذا كانت مفردة، وصحح وقوع المجاز فيها إذا كانت مركبة على سبيل التبع، مثل ما قال في الفعل المشتق، فإذا كانت مركبة مع غيرها جرى فيها المجاز. وبناء على ذلك فإن كلمة مطلقا فيه إشكال، لأنه يجيز المجاز في الحروف إذا كانت مركبة على سبيل التبع، وهذا الإشكال أورده بعض شراح المصنف. ولكن يمكن أن يقال إن مراده بالحروف إن مراده بمطلقا أي جميع الحروف، فيكون مراد قال ومنع الإمام الحرف جميعا أي بجميع أنواعه، سواء كان من حرف واحد أو أكثر، وسواء يعني بحسب التقاسيم التي تمر معنا إن شاء الله في معاني الحروف. قال والفعل المشتق إلا بالتبع، فالرازي لا يرى دخول المجاز في الأفعال المشتقة إلا إذا كانت تتبع المصدر الذي اشتقت منه. نعم. ولا يكون في الأعلام، قاله ابن عقيل في الواضح. نعم، قال ولا يكون في الأعلام، أي لا مجاز في أسماء الأعلام، لأن الاسم جعل للعلم ليس لأجل معنى، ولذلك فقد يسمى من ليس فيه مناسبة باسم نقيض له، ولذلك فلا مجاز فيه. إذن قول المصنف ولا مجاز في الأعلام يدلنا على أن المراد به أسماء الأعلام. ذكر بعض المحققين أن أسماء الأعلام تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون من وضع اللغة، وإما أن تكون من الأسماء المتجددة أي من وضع من بعدهم. فإن كان من وضع اللغة وعلم آدم الأسماء كلها، فإنه في هذه الحالة تكون حقيقة ولا مجاز فيها مطلقا. وإن كان العلم من المتجدد كأسماء الأشخاص، فإن في هذه المسألة خلاف، والصحيح أنه ليس بحقيقة ولا مجاز، كما قرر ذلك المرداوي وغيره. فأسماء الأفراد كزيد وعمر وهي المتجددة، فإنه لا يوصف لا بكونه حقيقة ولا مجاز. وعلى العموم فكلا قسمي أعلام أو أسماء الأعلام لا مجاز فيها، لكن هل تصف بالحقيقة على النوعين التي ذكرت لكم قبل قليل. ثم قال الشيخ خلافا للغزالي، يعني به أبا حامد، في متلمح الصفة. قوله متلمح على وزن اسم مفعول بفتح ما قبل الأخير وهي الميم، المقصود به الذي تلمح فيه صفة الفعل. فالذي تلمح فيه صفة الفعل يرى الغزالي أنه يجوز فيه المجاز، مثل الأسماء التي فيها معنى الصفة، عندما يقال الأسود، الحارث، الهمام، وغير ذلك من الأسماء التي يكون
متملح الصفة، يعني تلمح فيه الصفة، فيرى أنه يجوز دخول المجاز فيها. والسبب قالوا لأن الاسم أصلا أريد يعني يلمح فيه الصفة، فقد لا يراد تراد الصفة وإنما يراد غيرها. النوع الثاني الأسماء التي لا تلمح فيها الصفة، أو العلم الذي لا يلمح فيه الصفة، وإنما يجعل العلم للتفريق بين الذوات، لتفرق بين ذات وأخرى، مثل أسماء الأشخاص كزيد وعمر، فيقول إن هذه لا يدخلها المجاز وجها واحدا، وقد تقدم أنها لا تصف لا بحقيقة ولا مجاز. نعم. ويجوز الاستدلال بالمجاز، ذكره القاضي وابن عقيل وابن الزاغوني. نعم، قال ويجوز الاستدلال بالمجاز، أي يجوز الاحتجاج به في الأحكام، فالاستدلال إنما هو متعلق بالأحكام، وهذه هي المسألة الفروعية التي نحتاجها، لأننا عندما نقول إن المجاز ليس حقيقة لا ينفي ذلك الاستدلال به، فحيث قلنا إنه يستدل به في الأحكام فلا فرق حينئذ بين المجاز والحقيقة في الاستدلال، بل هما سواء. قال ذكره القاضي وابن عقيل تلميذ القاضي وابن الزاغوني وهو من تلاميذ تلاميذ القاضي، لأن ابن الزاغوني تتلمذ وقرأ على أبي الخطاب. نعم. ولا يقاس على المجاز فلا يقال يسد البساط، ذكره ابن عقيل. نعم، يقول الشيخ ولا يقاس على المجاز، عدم القياس على المجاز هو قول جماهير أهل العلم، وحكي إجماعا كما نقله ابن مفلح وغيره. وعندنا مسألتان ستردنا هذه والمسألة بعدها، فانتبهوا للمسألتين. هنا القياس على المجاز، وعندنا مسألة ستأتي وهو القياس في اللغة، فهل هناك فرق بين القياس على المجاز وبين القياس على اللغة وأسمائها أم لا؟ من علماء المذهب من قال لا فرق كابن الزاغوني، ولذلك سيأتي في كلام مصنف. نعم. قال وذكر ابن الزاغوني فيه خلافا عن بعض أصحابنا بناء على ثبوت اللغة قياسا. نعم، ولذلك قال ابن الزاغوني إنه كما يوجد هناك خلاف على قولين فنخرج في القياس على المجاز قولين، لأن المعنى فيهما واحد، إذ المجاز بعض ألفاظ اللغة. ولكن عامة أهل العلم يقول هناك فرق، فإن نقول لا قياس على المجاز، وإن قلنا كما هو المعتمد المذهب أن اللغة فيها قياس، لأن هناك فرق، إذ القياس في اللغة هو حمل اللفظ على شيء آخر لمعنى متلمس في اللفظ، بينما المجاز فهو استعمال اللفظ في معنى آخر غير المعنى الأول للحقيقة، فيكون من عوارض الألفاظ. ولذلك الفرق بين المسألتين واضح وبين، ولذلك فلا يقاس على المجاز. قال فلا يقال سل البساط، مع أنه جاء في القرآن سل القرية، فلا يقال سل البساط سل الجدار، وإنما يقال سل القرية أي أهلها، وهكذا. نعم. مسألة. نعم، هذه المسألة أوردها المصنف من المسائل التي تحتاج إلى تقسيم لكي نفهم هذه المسألة، وهي مسألة إذا احتمل اللفظ الحقيقة والمجاز. سأذكر لكم تقسيما ثم نرجع إلى كلام مصنف كي نفهم كلامه. العلماء يقولون إذا احتمل اللفظ الحقيقة والمجاز فإن له أحوالا أربع، المصنف ذكر ثلاثا وأهمل الرابعة، سأبدأ بما أهمل لأنها سهلة، وهو إذا هجرت الحقيقة وأصبح لا يستخدم إلا المجاز، فحينئذ يقدم المجاز باتفاق أهل العلم أو اتفاقا، لأن الحقيقة هجرت في الاستعمال. الحالة الثانية إذا تعارضت الحقيقة مع المجاز ولا دليل للترجيح بينهما، فحينئذ تقدم الحقيقة، وسيورد المصنف هذه المسألة الثانية. الحالة الثالثة إذا تعارضت الحقيقة مع المجاز وكانت الحقيقة لفظا مشتركا يدل على معنيين فأكثر، فذكر المصنف أنه يقدم فيها المجاز. الحالة الثالثة إذا تعارضت الحقيقة والمجاز وواحد منهما راجح على الآخر، فما الذي يقدم؟ نقول إن له صورا ثلاث، وهذا
يعني مذكور في كلام المصنف. الصورة الأولى: إذا تعارضت الحقيقة مع المجاز المرجوح فإنه يقدم حينئذ الحقيقة الراجحة. الحالة الثانية، يعني الحالة الثانية من الصورة الرابعة ذكرناها قبل قليل، الحالة الثانية أن تتعارض الحقيقة مع المجاز المساوي له إن سلم بوجود المساوي في المعاني. فالعلماء يقولون تقدم الحقيقة كذلك لأنها الأصل. الحالة الثالثة: إذا تعارضت الحقيقة مع المجاز الراجح فما الذي يقدم؟ قالوا إن له صورتان كذلك. هذا التقسيم يعطيك جميع الصور بإذن الله عز وجل في تعارض الحقيقة أو احتمال الحقيقة اللفظ والمجاز. فيقولون إن له صورتان كذلك. إذن عندنا أربع صور. الصورة الرابعة جعلنا تحت ماذا؟ ثلاثة صور أو ثلاثة أقسام. القسم الثالث جعلنا تحته قسمين. فإن له صورتان أو قسمان، سميها ما شئت، الأمر سهل. الحالة الأولى: إذا كانت الحقيقة مماتة لا تراد بالعرف، مثل ما قلنا في القسم الأول، إذا كانت الحقيقة مهجورة فحينئذ يقدم المجاز بلا إشكال. الحالة الثانية: إذا كانت الحقيقة غير مماتة بل تستعمل في بعض الأحيان، فإذا ترجح المجاز على حتى صار معادلا للحقيقة بل راجحا عليها لأجل اشتهاره، فإنه في هذه الحالة الخلاف على ثلاثة أقوى التي سيودها المصنف. طيب تفضل شيخ. مسألة: إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى. نعم، قول المصنف: إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك، مراده إذا كانت الحقيقة لفظا مشتركا تحتمل معنيين فأكثر، وهناك لفظ وهناك معنى آخر مجازي ولم ندري أي المعنيين نقدم، قال الشيخ فالمجاز أولى أن يقدم المجاز. والعلة في ذلك قالوا لأن المجاز أغلب، وقد تقدم معنا قبل أن المجاز كما مال إليه المصنف أن المجاز هو أغلب لسان العرب، فهو أكثر من الاشتراك. ذكره بعض أصحابنا وغيرهم. نعم وغيرهم. نعم. وفي تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح أقوال. نعم، هذه المسألة وهي إذا تعارض الحقيقة مع المجاز، وهي الصورة قلناها الرابعة قبل قليل، إذا تعارض الحقيقة والمجاز وكان أحدهما أرجح من الثاني، قلنا إن له ثلاث صور: إما أن يكون مساويا أو أن يكون المجاز راجحا أو مرجوحا. هنا تكلم المصنف عن الراجح، لأنه إذا كان مساو أو كان مرجوحا فإنه تقدم الحقيقة. قال أقوال. هنا المصنف طبعا الفائدة أطلق الخلاف ولم يرجح، لأن المسألة فيها ثلاثة أقوال، وهذه الأقوال التي أطلق فيها المصنف أخذ من كلامه، طبعا هو تبع فيها ابن الحاجب، أخذ من كلامه وكلام ابن الحاجب ومن سبقهم كالآمدي أنهم متوقفون في الترجيح فلم يرجحوا شيئا. قال أقوال. ثالثها مجمل. نعم، الأقوال ما هي؟ القول الأول أنه إذا تعارضت الحقيقة مع المجاز الراجح فإنه تقدم الحقيقة اللغوية المرجوحة لأنها الأصل، وهذا قول أبي حنيفة ومن تبعه. القول الثاني أنه يقدم المجاز الراجح، وهو قول أبي يوسف، وقد جزم به المصنف في كتابه القواعد الأصولية ونسبه لأصحاب الإمام أحمد، هناك ذكره هناك، وجزم بأنه قول علماء مذهبنا الجراعي في شرحه لهذا المختصر. الأمر الثالث أنه مجمل، وهو قول الرازي في المعالم وتبعه البيضاوي في المنهج. طيب، معنى قوله إنه مجمل، ذكر بعض فقهاء مذهب الإمام أحمد وهو الشيخ يوسف بن عبد الهادي، قال إن كثيرا من علماء المذهب يحكون هذا القول وهو أنه مجمل. قال ومعناه، يقول يوسف بن عبد الهادي، ومعناه تقديم واحد من المعنيين بقرينة إن وجدت، أي معنى الحقيقة والمجد حيث إن وجدت، فإن وجدت القرينتان معا، أي الحقيقة القرينة الدالة على الحقيقة والقرينة الدالة على المجاز، قال قدم الآخذ أيهما شاء، فيكون من باب الاختيار، لأنه عبر بالإجمال ولم يعبر بالتوقف. والمصنف ظاهر كلامه تبعا لابن الحاج بالتوقف، مع أنه صرح بالتصحيح هناك في القواعد الأصولية. نعم.
واللفظ لحقيقته حتى يقوم دليل المجاز. نعم، قول المصنف واللفظ لحقيقته، هذا التقسيم الأول، إذا تعارضت الحقيقة مع المجاز ولا دليل لترجيح أحدهما على الآخر، وكانت الحقيقة غير مشتركة، فاللفظ للحقيقة دائما تكون للحقيقة، حتى يقوم دليل المجاز، أي حتى يدل الدليل على أنه مجاز. طيب، عندنا هنا عدد مسائل تطبيقية بسرعة لضيق الوقت على المسألة الخلافية التي أوردها المصنف. فإن المصنف أورد ثلاثة أقوال فيما إذا تعارضت الحقيقة المجاز الراجح مع الحقيقة المرجوحة. طبعا المقصود بالحقيقة هنا حقيقة اللغوية. من تطبيقاتها التي أوردها المصنف في كتاب القواعد، قال: إذا حلف شخص ألا يشرب من دجلة أو من الفرات أو من النيل، أو حلف ألا يشرب من وادي السري الذي بجانبنا وقد سال من بضعة أيام، فحلف ألا يشرب منها، يقول الشيخ: فمن قدم المجاز الراجح قال يحنث باغترافه الماء منه بإناء ونحوه، وهذا قول أصحابنا كذا يقول، لذلك جزم به. قال: ومن قال تقدم الحقيقة المرجوحة قال لا يحنث إلا إذا كرع بفيه مباشرة منه، فيكون شرب منه مباشرة لا بواسطة. وهذا يدخل فيه أيضا كلام المشهور مع ابن حزم المشهور في قضية إذا بال أحدكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في المال الدائم ثم يغتسل منه، لا يبولن مباشرة، أو إذا بال في إناء ثم سكبه فيه، إن صح ما نسب لابن حزم في هذه المسألة. طبعا غيره ذكر أمثلة أخرى لكن نقتصر بهذا. نعم، مسألة. نعم، هذه المسألة تكلم رجع فيها المصنف في مسألة سابقة وهي قضية الحقائق الثلاث. نعم، الحقيقة الشرعية واقعة عندنا. نعم، قول المصنف الحقيقة الشرعية أي الحقيقة باستعمال الشرع، لأنه تقدم معنا أن الحقائق ثلاثة أنواع: حقيقة لغوية، ثم حقيقة عرفية، ثم الثالثة وهي الحقيقة الشرعية. يقول الشيخ: إن الحقيقة الشرعية واقعة عندنا، أي موجودة في ألفاظ الشارع، وهذا الذي جزم به كثير من علماء الأصول في مذهب الإمام أحمد، وممن جزم به من علماء الأصول ابن الحافظ في التذكرة وغيره. نعم، وقيل: لا شرعية بل اللغوية باقية وزيدت شروطا، فهي حقيقة لغوية ومجاز شرعي. نعم، قال وقيل أي وقال بعض العلماء من فقهاء المذهب وغيرهم إنه لا توجد حقيقة شرعية، بل الحقائق نوعان: شرعية ولغوية فقط، فتكون القسمة ثنائية. والقائلون بهذا هم أبو يعلى القاضي والقاضي أبو الفرج المقدسي، وهو أول من أدخل مذهب الإمام أحمد للشام، والمجد بن تيمية، وسبقهم لذلك أبو بكر الباقلاني. فقالوا إنه لا توجد حقيقة شرعية، وإنما هي الحقيقة اللغوية ما زالت باقية، ولكن زيدت فيها شروط وقيود. قالوا: فما فتصبح حقيقة لغوية ومجاز شرعي، ولا نقول إنه حقيقة شرعية ومجاز لغوي، بل تبقى حقيقة لغوية. هذان قولان. هناك قول ثالث نقل عن الشيخ تقي الدين أنه يقول إنها لم تنقل، الحقائق الشرعية لم تنقل، ولم يزد على الحقيقة اللغوية، وإنما الشارع استعمل هذه الألفاظ على وجه اختص بمراده، فلا يلزم الزيادة ولا يلزم النقل. نعم، وهذا القول وهو قول الشيخ تقي الدين هو الذي رجحه جمع من المحققين كالمرداوي، وقال هو الأظهر والأولى، الأظهر باعتبار الاستعمال والأولى باعتبار التأدب مع الشارع. نعم، مسألة في القرآن المعرب عند ابن الزاغوني والمقدسي. نعم، قال المصنف: في القرآن المعرب على وزن اسم مفعول بفتح ما قبل الأخير، ومعنى كونه أو وإذا يعني سمي اللفظ معربا بمعنى أن العرب استعملت لفظا في معنى وضع له في غير لغتهم. قد يكون اللفظ أصله ثلاثي موجود في كلام العرب، ولكنهم قد يستخدمون لفظا في معنى مستعمل عند غيرهم. هل يوجد في القرآن معرب أم لا؟ في غير القرآن كثير جدا، لكن هل القرآن فيه معرب أم لا؟ ذكر المصنف أن بعض أهل العلم كابن الزاغوني والمقدسي، ويعني بالمقدسي ابن قدامة ولا يعني به أبا الفرج،
لأن العلماء المذهب الحنابلة إذا قالوا المقدسي وسكتوا فيعنون به الموفق أبا محمد. قال إنهما قالوا إن في القرآن المعرب بدليل الوجود. طيب، فجاء جمع من الذين قالوا بأن القرآن فيه معرب فجمعوا الألفاظ المعربة في القرآن. قيل إن التاج السبكي جمع 27 لفظا، ثم جاء بعده أبو الفرج ابن حجر رحمه الله تعالى فجمع 24 لفظا، ثم أتبعهم ثالثا جلال الدين السيوطي فجمع 29 لفظا، فيكون مجموع ما وقف عليه السيوطي نحو من 90 لفظ. يعني تتابع ثلاثة من أئمة أو من العلماء على تتبع ما في القرآن من المعرب. قال ونفاه الأكثر، أي أكثر علماء المذهب، وهو الذي جزم به كثير من علماء المذهب كأبو بكر عبد العزيز والقاضي أبو يعلى والقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وابن عقيل والمجد بن تيمية. وقال المرداوي إنه الصحيح من المذهب أنه لا يوجد فيه معرب، لأن الله عز وجل قال بلسان عربي مبين، فهو عربي باستعمال العرب، والأصل أنه عربي كذلك. طبعا هل يعني ينبني على هذه المسألة خلاف؟ خلاف قاعدة أصولية لا يوجد، لكن قد يتكلف فيقال إن حلف شخص، وتعرفون مسألة الثمرة التي دائما يجعلونها معلقة في كل مسألة فيها خلاف لفظي، إن حلف شخص هل في القرآن معرب أم لا، فهذه ثمرة المسألة. نعم، مسألة بدأ في هذه المسألة في الحديث عن موضوع مهم جدا جدا وهو الاشتقاق. وقبل أن نذكر كلام المصنف، العلماء يقولون إن من أشرف علوم العربية وأدقها وأنفعها للمستخدم هو الاشتقاق. فالاشتقاق مهم جدا، ففيه توليد للألفاظ وبيان للمعاني، سواء لأجل الاستخدام أو لأجل الفهم، فإن الشخص إذا أراد أن يفهم كلمة لا بد أن يرجع لأصل اشتقاقها. طيب، قبل أن نبدأ في كلام المصنف عندي مسألتان قصيرتان، ما المراد بالاشتقاق وما هي أركانه؟ لأن المصنف سيذكر أركانه لكن من غير تسمية لكونها أركانا. نقول إن المراد بالاشتقاق هو توليد لفظ من لفظ آخر بشرط أن يتفق في أصل واحد وأن يكون بين اللفظين معنى مناسب. هذا التعريف ذكرت لكم قبل قليل نأخذ منه الأركان الأربعة: توليد لفظ من لفظ، اللفظ الأول المولد هو المشتق، واللفظ الثاني المولد منه هو اللفظ المشتق منه. قلنا توليد لفظ من لفظ اتفق في أصل واحد. الركن الثالث أنه يجب الموافقة في الحروف الأصلية، وسيأتي ما معنى كلمة الأصلية لأن قد تختل بعض الحروف. الركن الرابع أو الشرط الرابع سميه ركن أو شرطة، وهو وجود المناسبة في المعنى مع التغيير. نعم، يقول لا بد من التغيير لأن لو لم يكن تغييرا فإنه يكون اشتراكا لفظيا. نعم، مسألة المشتق فرع وافق أصلا. نعم، قوله المشتق، نعم هذا هو الركن، ركن الاشتقاق الأول. وقد ذكر المصنف هذا الركن لأنه هو الذي يبنى عليه ما بعده. وقوله إن المشتق هو فرع وافق أصلا، هذه العبارة معناها أن المشتق، اللفظ المشتق، هي كلمة فرع وافقت كلمة أخرى، والكلمة الأخرى هي الأصل، وكانت موافقتها لها في الحروف الأصلية وفي معنى كذلك مشترك بينهما. نعم، وهو الاسم عند البصريين. نعم، وعند الكوفيين الفعل. نعم، قوله وهو، انظروا الضمير لا يعود إلى المشتق وإنما يعود إلى الأصل، ولذلك فإن الضمير يعود لآخر مذكور وهو كلمة وافق أصلا. قال وهو، أي وأصل الاشتقاق الذي بني عليه فرع المشتق منه، فهو الأصل ما هو المشتق منه، وهو أي المشتق منه أو الأصل الاسم عند البصريين، يعني أن البصريين يقولون إن الأصل هو الاسم والفعل مشتق منه. قال وعند الكوفيين الفعل، فيقولون العكس، نعم أن الاسم مشتق من الفعل. طيب، من الراجح بين هذين القولين؟ المصنف هنا قدم قول البصريين
وهو الذي انتصر له وأطال له ابن القيم في بدائع الفوائد، فأطال على إلى أن الأصل ذلك. وذكر الشيخ تقي الدين ملحظا جميلا في الاشتقاق، فقال إن قول الكوفيين صحيح على وجه وقول البصريين صحيح على وجه. قال إن أريد بالاشتقاق أن بين القولين أو اللفظين تناسبا في اللفظ والمعنى فإن كلا القولين صحيح، وإن أريد بالاشتقاق أن يكون أحدهما أصلا للآخر كما هو ظاهر استخدام الفقهاء فإن الصحيح أن الفعل هو المشتق فيكون قد قدم قول البصري. طيب، عندنا اسم وفعل، ذكر المصنف هنا قولين، هناك قول ثالث نقله بعض المتأخرين من النحويين ومن فقهاء المذهب أيضا وهو المصدر، فقيل إن المصدر هو الأصل. هنا فائدة سأذكرها لكم لأن دائما تأتينا في أول كتاب الطهارة، على القول بأن الأصل هو المصدر فإنه قد اتفق اللغويون أن المصدر لا يشتق من مصدر، وذلك إذا جاء الفقهاء يشرحون كتاب الطهارة يقول الكتاب مشتق من الكاتب، اعترض عليهم فقيل كيف يكون المصدر مشتقا من مصدر فلا يشتق المصدر من المصدر؟ أجاب بعض المحشين وهو ابن قندس في حاشيته قال لأن الكتاب هنا منزل منزلة اسم مفعول فنقل عن لفظه إلى كونه مكتوب، فكأنه يقول إن المكتوب مشتق من الكتب لأن المصدر مشتق من مصدر وإنما اسم مفعول فهو منزل معناه. نعم. وعند الكوفيين الفعل بحروفه الأصول ومعناه. نعم. نعم. كخفق من الخفقان. نعم. قال وعند الكوفيين الفعل، انتهت المسألة. المسألة التي بعدها بحروفه الأصول ومعناه، هذا هو القيد الثاني. إذا تكلمنا عن المشتق وتكلمنا عن المشتق منه الذي هو الأصل لأنه قال وهو، هذا هو الركن الثالث وهو المشاركة في الحروف الأصلية، تسميه ركنا تسميه قيدا سميه ما شئت، الأمر سهل. طيب، قال بحروفه الأصلية، لا يكون اشتقاق إلا إذا وجدت الحروف الأصلية، والحروف كما تعلمون نوعان، أصلية وزائدة، فالزائدة مثل الألف ومثل الواو ومثل الألف والسين والتاء التي تكون في أول الاستفعال وغيرها، هذه حروف زائدة، وإنما الحروف الأصلية هو حروف الوزنية الفاء والعين واللام التي تكون في كل كلمة بعينها. إذن القيد الثالث أنه لا بد بيكون بحروف الأصل. القيد الرابع أو تسميه الركن الرابع ومعناه، أي لا بد أن يوجد المعنى في الأصل والفرع المشتق والمشتق منه، وسيذكر المصنف بعد قليل أمثلة. قال كخفق من الخفقان، خفق فعل والخفقان اسم، فحينئذ يجوز اشتقاق الخفق من الخفقان لأنه اشتقاق فعل من اسم على قول البصريين، والحروف الأصلية مشتركة وهو الخاء والفاء والقاف، مع أننا الحروف الزائدة الألف والنون لم نذكرها في المشتق منه فلا يلزم وجودها، والمعنى موجود هو الركن الرابع، فإن الخفقان معروف وهو الاضطراب وحركة القلب ونحوها. نعم. بدأ يذكر المصنف بعد ذلك ما الذي اختل فيه القيد الثالث والرابع، انظر كلام المصنف يقول فيخرج ما وافق بمعناه كحبس ومنع. نعم. قال قد يكون اللفظان المعنى فيهما متحد ولكن اللفظ فيهما مختلف في الحروف الأصلية. قال كحبس ومنع فيهما معنى متفق لكن الحروف الأصلية مختلفة تماما فلا يسمى ذلك اشتقاقا وإنما سميه ترادفا أو غيره من الأسماء أو تواطؤا. نعم. وما وافق بحروفه كذهب وذهاب. نعم. قال وما وافق بحروفه لكن المعنى مختلف، قال كذهب، الذهب المعروف، وذهاب، فإن الذهب عين والذهاب مختلف فلا يشتق هذا من ذاك فلا يسمى ذلك اشتقاقا وإنما هو وضع مستقل. طيب، قبل أن ننتقل للاشتقاق الذي أورده المصنف سيورد المصنف أنواع الاشتقاق الثلاثة، وهذه وإن كانت مباحث لغوية لكنها مفيدة كثيرا، لكن أريد أن أعطيكم فائدة. وقفت على بحث لبعض المعاصرين في إحدى الجامعات الجزائرية يقولون إن المشهور في كتب الأصوليين وأكثر كتب البلاغيين أن الاشتقاق ينقسم إلى نوعين، اشتقاق الأصغر والاشتقاق الكبير أو الأكبر.
وأنه لا يوجد تقسيم الاشتقاق إلى ثلاثة أقسام إلا عند الحنابلة فقط. النتيجة واحدة كما سأذكر لكم بعد قليل، فإن كثيرا من الذين يذكرون اشتقاق الأوسط يدخلون في الكبير، وهذا يدلنا على أن المصنف عندما ذكر حتى في مسائل اللغوية ذكر اصطلاح أصحابنا من الحنابلة وذكر أن تقسيمه اشتقاق إلى ثلاثة. طبعا لماذا ذكرت لكم هذا البحث؟ لأني أنا لم أبحث في الوجود، وإنما هذان الباحثان الجزائريان هما اللذان بحثا في كتب اللغة والأصول فنفوا وجود مصطلح الاشتقاق الأوسط إلا عند الحنابلة، قالوا ولا يوجد أكثر ما وجد عند ابن القيم وشيخه، ثم انتشر بعد ذلك عند الحنابلة. طبعا ابن القيم الشيخ تقي الدين ذكر الاشتقاق الأوسط قال وقد ذكر بعض اللغويين، فلا أدري أهو نقل أم هو من عنده التقسيم مع الوجود، الوجود موجود اشتقاق الأوسط. نعم تفضل. والاشتقاق الأصغر اتفاق القولين في الحروف وترتيبها. نعم، بدأ المصنف بالاشتقاق الأصغر لأنه أكثر أنواع الاشتقاق وأنفعها، والاشتقاق الأصغر هو يستعمل كثيرا في اللغة وهو الذي نعرفه بعلم الصرف، فمن درس علم الصرف عرف علم الاشتقاق الأصغر، وذلك ابن دريد رسالة كتاب مشهور جدا اسمه الاشتقاق، لأنك لا تستطيع أن تفهم المعنى إلا بمعرفة أصله وهو علم الصرف. قال اتفاق القولين، المراد بالقولين أي الكلمتين أو اللفظين، اتفاق اللفظين في الحروف وترتيبها. طبعا المعنى لا بد أن يكون هناك معنى بينهم متفق، لكن إذا اتفقت في الحروف وفي الترتيب فإنه اشتقاق أصغر، مثل المثال الذي أورده المصنف من خفق مأخوذ من الخفقان وهكذا، ذهب وليس ذهب وإنما ذهب، لو قلت ذهب فليست الشقاق لأن تكون اسما منقولا من الأعلام، وإنما ذهب من الذهاب وهكذا. طيب نعم تفضل شيخ. والأوسط في الحروف، قال والأوسط في الحروف أي دون الترتيب، لا يلزم أن يكون الترتيب موجود، هذا الأوسط هو الذي قيل إنه لا يوجد إلا عند الحنابلة، وذلك فإنك إذا أردت أن تعرف اشتقاق الأوسط فتأخذه من كتب الحنابلة. ورد لكم بعضا مما عرف به فقهاء الحنابلة الاشتقاق الأوسط، نفس تعريف المصنف تماما، الشيخ تقي الدين ذكر في كتاب النبوات قال هو اتفاق اللفظين في الحروف لا في ترتيبها، كذلك قال ابن القيم في مدارج السالكين، ابن رجب في بعض رسائله وقد جمعت آراءه اللغوية قال هو الاجتماع في عين الحروف دون نظمها، وقصده بنظمها أي دون ترتيبها، من لم يذكر اشتقاق الأوسط ليس معنى ذلك أنهم ينفونه، وإنما يجعلونه من اشتقاق الأكبر، كما نص على ذلك ابن جني في الخصائص فإنه صرح بأن هذا الأوسط ملحق بالأكبر الذي سيريده بعد قليل. من أمثلة اشتقاق الأوسط كثير جدا جدا، يعني من أمثلته قالوا إذا قال شخص جبذ فيجوز له أن فيجوز أن نقول إن جبذ مشتقة من جذب، فجذب وجبذ معناهما واحد لأنها مشتقة منه، فالحروف واحدة والمعنى فيهما واحد لكن اختلف الترتيب. من أمثلته كذلك عندنا ما يسمى بالحمد، هل الحمد مشتق من المدح؟ فمن توسع في الاشتقاق الأوسط قال إن الحمد مشتق من المدح، وحينئذ عندما تقول الحمد لله أي مدحت الله عز وجل، ولذلك في الحديث في صحيح مسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله قال الله ماذا؟ أثنى علي عبدي، أو مدحني عبدي والثاني أثنى علي عبدي. نعم، إذن المقصود من هذا أن هذا من باب الاشتقاق الأوسط، وقد يكون له معنى فإن كلام العربية يعني حمال أوجه. نعم. والأكبر اتفاق القولين في جنس الحروف كاتفاقهما في حروف الحلق. طبعا قبل أن ننتقل للأكبر، من أهم الكتب التي بيّنت اشتقاق الأصغر بالذات وقد عيب على صاحبه التوسع فيه كتاب مقاييس اللغة لابن فارس، وبعض الإخوان بل كثير من الإخوان أراها في بحوثهم عندما يحيل على هذا الكتاب يقول معجم مقاييس اللغة، وعبد السلام هارون عليه رحمة الله لما حقق الكتاب في طبعته الأولى لم يسميه معجما لأنه ليس في الكتب كذلك، وإنما الطابعون بعد ذلك لما أرادوا أن يشهروا الكتاب ويشهروا عند أناس يعنون بالمعاجم
سموه بهذا الاسم، وإلا لم يضع هذا الاسم لا المؤلف ولا المحقق، وإنما وضعه الناشرون. وكم ظلم الناشرون كتبا بتسميتها بأسماء ليست حقيقية، ومنها هذا الكتاب. طيب، قال: الاشتقاق الأكبر هو اتفاق القولين أي اللفظين في جنس الحروف، بمعنى أن بعض الحروف تكون جنسها واحد فيغاير بينها فتتفق الكلمتان في حروف مخرجها واحد، بحيث يكون جنس المخرج واحدا. إذا عندما نقول جنس الحروف أي مخرجها واحد، مثل له المصنف بقوله: كاتفاقهما أي المشتق والمشتق منه في حروف الحلق، أي الحروف الحلقية. والحروف الحلقية تعرفونها، حروف الإظهار الستة. أيضا من 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 جنس الحروف نقول حروف العلة الثلاثة، فيجوز إبدال بعضها من بعض. بعض الحروف تبدل مثل النون واللام، يعني جبريل وجبرين، هذا من الاشتقاق الأكبر. إسماعيل وإسماعين من الاشتقاق الأكبر كذلك، لأنه غير حرف بجنسه. ولذلك يعني ألف من الفائدة أحد المتأخرين قبل نحو 100 أو 200 سنة كتابا سماه فتح المعين في المعايات بحروف إسماعيل، كتاب صغير تكلم عن هذا الكتاب وعن هذا الاسم هو إسماعيل أو إسماعين، وأنهما اسمان صحيحان، جبريل وجبرين عليه السلام وهكذا. نعم. وقد يطرد المشتق كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة بهما. نعم، قال: وقد يطرد المشتق، يعني أنه يصبح مضطردا، بمعنى أنه لا يتوقف على السماع بل تطرد القاعدة في الاشتقاق فيه. قال: كاسم الفاعل إذا قلت ضارب، فإن من وصف بهذا الفعل فإنه يصدق عليه فعل الضرب، أو اسم المفعول كالمضروب فإنه يصدق عليه ذلك ويكون مضطردا في اللغة. وتشتق اسم الفاعل واسم المفعول من جميع مما يشابهه من الأفعال والصفات. قال: والصفة المشبهة بهما أو الصفة المشبهة بهما، فإنه يجوز اشتقاق فإنها تضطرد. مثلوا بالصفة المشبهة بها، قالوا: لو أن شخصا قال: الحسن وجهه، هذه صفة مشبهة باسم المفعول، أي أن الله حسن وجهه. الكريم فعله، هذا صفة مشبهة باسم الفاعل. نعم. نعم. وقد يختص كالقارورة والدبران. نعم، قوله وقد يختص بمعنى أنه لا يضطرد هذا الاشتقاق، بل يكون مختصا بلفظة واحدة دون ما عداه، فيكون بمثابة الاسم. قال: كالقارورة، القارورة هذه مشتقة من القرار، والقرار يكون للمائعات، سميت به القارورة لأنه يقر فيها الماء وسائر المائعات، لكن خصصناه بما كان من زجاج ولا ننقله لما يكون فيه قرار المائعات من غيرها من الأشياء الأخرى كالخزف والحديد وغيره، فلا نسميها قارورة، فالأصل عندهم أنه من الزجاج. ربما في استعمالنا الحالي نقلوه أيضا البلاستيك فسمي كذلك، فحينئذ نقول إذا قلنا إنه سلم أنه مختص به على سبيل الإطلاق، فنقول إن نقله لغير الزجاج يكون مجازا حين ذاك. طيب، قال: والدبران، الدبران مشتق من الدبور لأنه يكون يعني في آخر الشيء، فهو في الحقيقة أو هو اشتق هذا الاسم لنجم يكون في آخر الكواكب الخمسة كما يقولون، أو هو منزل منازل القمر، ولا يشتق به كل أو لا يشتق له كل اسما لكل ما كان في الأخير. نعم. مسألة. نعم، هذه المسألة من المسائل التي أيضا فيها إشكال عقدي، فأرجو أن تنتبهوا لها بعض الشيء. نعم. إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها. نعم، هذه المسألة يقول الشيخ: إن الاسم المشتق هل يكون حقيقة أو مجازا؟ يقول: له ثلاث حالات، إما قبل وجود الصفة المشتق منها، أو حال وجود الصفة المشتق منها، أو بعد وجود الصفة المشتق منها، فإن له ثلاث حالات. نبدأ بالحالة الأولى. قال: إذا أطلق الاسم المشتق قبل وجود الصفة فهل يكون ذلك مجازا أم ليس بمجاز؟ مثال: رأيت سيفا مصنوعا حديثا فقلت: إن هذا السيف قاطع، أو هو سيف قطوع. هنا حديث الصنعة فلم يقطع بعد، فكيف تصفه بهذه الصفة؟
ومثله في سائر الأمور، إذا رأيت شيئا سيارة تقول هي جيدة وهكذا، تجعل له يعني تجعل له صفة مشتقة، اسما مشتقا من الصفة. ففي هذه الحالة هل يكون حقيقة أم مجازا؟ هذه ينبني عليها مسألة عقدية سنذكرها بعد قليل. يقول الشيخ: إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة منها مجاز، بمعنى أنه ليس بحقيقة. قال: ذكره جماعة إجماعا، أي أجمع العلماء على ذلك. حكى هذا الإجماع ابن الحاجب، وكثير من علماء الأصول حكوا الإجماع على أن إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها يكون مجاز. طبعا نوزع في هذا الإجماع نزاع متقدم، فقيل إن أبا حنيفة النعمان عليه رحمة الله لما جاءه حديث خيار المتبايعين، المتبايعان بالخيار، قال إنهما المتساومان، فنص على أن المراد بالمتبايعين أي المتساومان، والمتساوم لم يحدث منه بعد الصفة، لأنه بدأ أخذ مبادئ البيع ولم يصل بائعا، فحينئذ نص على ذلك، فكان يرى أنه حقيقة، وهذا يدلنا على أن هذه المسألة فيها نزاع متقدم. طيب، قال: ذكره جماعة إجماعا، وهذا الإجماع الذي حكاه بعضهم يحتاج إلى تفصيل سيرد المصنف. نعم تفضل. والمراد إذا أريد الفعل. نعم. فإن أريدت الصفة المشبهة بالفاعل كقولهم سيف قطوع ونحوه، فقال القاضي وغيره هو حقيقة لعدم صحة النفي، وقيل مجاز. نعم، هذه المسألة أريد أن تنتبهوا لها. هذا الكلام من المصنف يقول إن الذين قالوا إن إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة مجاز ليس على سبيل إطلاقه، وإنما فيه تفصيل، وهذه مسألة تنبني عليها مسألة عقدية مهمة سنذكرها بعد قليل، أوردها المصنف لأن المصنف على طريقة السلف في الاعتقاد، ولذلك أورد هذه المسألة بهذا التفصيل الجيد الذي ذكره. يقول إن لها حالتين: الحالة الأولى أن يراد من إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها أن يراد بها الفعل، يراد الفعل الذي يتحقق وجوده في المستقبل، وليس المراد الصفة ذاتها، وإنما يقصد بها الفعل، فإننا حينئذ نقول إنها مجاز. مثال: عندما ترى طالبا عندك في الفصل فتقول، وهو داخل في أول السنة الدراسية، فتقول إن هذا الطالب متفوق، فجعلته اشتققت له اسما بأنه متفوق، فحينئذ نقول هو مجاز، لم يتفوق بعد، أنك تريد الفعل في ذاته. أو ترى شخصا يريد أن يدخل في مضاربة فتقول إن فلانا ضارب، فأنت تقصد الفعل، فحينئذ يكون مجازا. طيب، الحالة الثانية التي ذكر هنا قال: وإن أريدت الصفة المشبهة بالفاعل، أي المشبهة باسم الفاعل، فإنه حينئذ ليس مقصودا الفعل، وإنما تقصد الصفة فلا نقصد به الفعل. مثاله قال: إذا قال سيف قطوع، فالمقصود صفته أنه قادر على القطع، وأنه يعني بهذه القوة. أو قلنا مثلا ماء مرو، تعرفون بعض الماء ليس بمرو لكونه هماج فلا يروي. أو تقول مثلا طعام مشبع أو مشبع، فإنه حينئذ أنت تقصد الصفة ولا تقصد الفعل. يقول: فقوله سيف قطوع ونحوه، أي من الألفاظ التي مثلت لك بها قبل قليل، فقال القاضي وغيره، وهو قول عامة علمائنا علماء السنة وغيرهم، هو حقيقة وليس مجازا. وممن قال بذلك الشيخ تقي الدين وكثير من أهل العلم نصوا على ذلك، قالوا لعدم صحة النفي، لأن لا يصح أن ينفى وإن لم يفعل. نعم هو قطوع وهو مشبع وإن لم يشبعك لأنك لم تأكله. قال: وقيل مجاز. من الذي قال مجاز؟ قالوا: لم نجد شخصا صرح بأنه إذا أريدت الصفة يراد به المجاز، وإنما قالوا ظاهر إطلاق من أطلق ولم يبين المراد يكون مراده الإطلاق المجاز. ذكر ذلك المرداوي في التحبير.
أختم بمسألة قبل أن نتكلم في أسماء الله وصفاته. قول المصنف والمراد هنا جزم به تبعا للشيخ تقي الدين، وأما بمفلح قال لعل المراد فلم يجزم به، والجزم هو الأولى كما ذكر المصنف والشيخ تقي الدين. نعم نعم تفضل الشيخ. قال رحمه الله: فأما أسماء الله تعالى وصفاته فقديمة. نعم، بدأ يتكلم عن أسماء الله وصفاته لما؟ لأنه قد يتوهم متوهم بعد ذكر هذه المقدمة السابقة، وهو أن الاسم المشتق من الصفة قبل وجود تلك الصفة يكون مجازا، أن أسماء الله مجازية كما قال كثير من المعتزلة ومن شابههم. لماذا يتوهم ذلك؟ قالوا لأن الفعل الذي اشتقت منه صفات الله عز وجل قد يكون حادثا، وهذه حجة كثير من المعتزلة في نفيهم صفات الجبار جل وعلا، يقول أنه حادث. كيف تكون صفته حادثة؟ لأنه مشتق من فعل حادث. وذلك بعضهم يقولون إن الصفات السبع هي القديمة وما عداها حادثة، فذلك أولوها وقالوا إنها مجاز. وبعضهم أثبت الوجود فقط لأنه هو القديم وما عداه مجاز. نقول لا، بل صفات الله عز وجل كلها قديمة وحقيقية كما سأذكر لكم بعد، كما سيذكر المصنف بعد قليل، لأنها أريدت بها الصفة للجبار جل وعلا. والأفعال بعضها حادثة باتفاق، لكن تفصيل في قضية الحادث هذا أهو صفة أم مخلوق، هذا الذي فيه النزاع المشهور. نعم، وهي حقيقة عند إمامنا وأصحابه وجمهور أهل السنة. نعم، يقول الشيخ: هي قديمة وحقيقة معا. أما كونها قديمة بمعنى أن الله متسمم فيها من الأزل فقد نص عليها علماء السنة. هنا القديم بمعنى أن الله متسمم بها من الأزل وصفاته كذلك. وذلك يقول الإمام أحمد: لم يزل الله متكلما. وقد ذكر الإمام عثمان بن سعيد الدارمي، وهذا من أئمة السنة وله كلام، قال: إن الذين يقولون إن الله عز وجل أسماؤه كانت موجودة من باب المجاز، أن هذا من باب الضلال. وذلك أقرأ لكم كلامه على سبيل السرعة. يقول عثمان بن سعيد الدارمي، يقول: هؤلاء الملحدون في أسمائه المبتدعون أنها محدثة مخلوقة، قاتلهم الله أن يخرصون، وعز ربنا عما غمصوه وتبارك وتعالى عما تنقصوه، وهو المنتقم منهم فيما افترضوه. ثم قال: وأي تأويل أوحش من أن يدعي رجل أن الله كان ولا اسم له؟ ما مدعي هذا بمؤمن، ولن يدخل الإيمان قلب رجل حتى يعلم أن الله لم يزل إلها واحدا بجميع أسمائه وصفاته، لم يحدث له منها شيء، كما لم تزل وحدانيته تبارك وتعالى. هذه مسألة متقررة عند علماء السنة واضحة جدا في هذا الباب. ثم قال الشيخ: وهي حقيقة عند إمامنا، أي أنها ليست من باب المجاز، ويشمل ذلك جميع صفات الله عز وجل سواء كانت الصفات ذاتية أو صفات فعلية وهي صفات الأفعال، فكلها حقائق. نعم، قال: وأصحابه، أي أصحاب الإمام أحمد جميعا، وما حدث من بعدهم أو من بعضهم من خطأ فالله يغفر له، كما سأل الله عز وجل أن يغفر لعموم المسلمين ما أخطأوا فيه من هذا الباب. قال: وجمهور أهل السنة، أي عامة أهل السنة، فإنهم ينصون على ذلك، ما خالف ذلك إلا المعتزلة، فإنهم ذهبوا إلى حدوث الأسماء والصفات. والأشاعرة قالوا بحدوث صفات الأفعال دون صفات الذات. نعم، وحال وجود الصفة حقيقة إجماعا. نعم، قال: وحال وجود، هذه الحالة الثانية، أن الاسم المشتق حال وجود الصفة، يعني حال قيامها بالموصوف والتلبس بها لا حال النطق، فإنها تكون حقيقة بإجماع أهل العلم ولا خلاف في ذلك. نعم، حكاها أكثر من واحد. والمراد حال التلبس لا النطق، قاله القاضي وأبو الطيب. نعم، هذه ذكرتها قبل قليل. نعم، وبعد انقضاء الصفة حقيقة أو مجاز أو حقيقة إن لم يمكن بقاء المعنى كالمصادر السيالة أقوال. نعم، هذه المسألة الثالثة، الاسم بعد انقضاء الصفة هل تكون حقيقة أو مجازا؟ زيد ضرب شخصا، فقلنا زيد ضارب، طيب انتهى الضرب، هو ضارب، هل هو الآن يسمى ضاربا أم ليس بضارب؟ ذكر المصنف ثلاثة أقوال. قال: القول الأول أنها تكون حقيقة، بمعنى أنها حقيقة مطلقا في جميع الأحوال، وهذا هو قول بعض فقهاء المذهب كابن حمدان وغيره، وقول أكثر الحنفية. ونقل ابن مفلح أن بعض أصحاب مذهب الإمام أحمد قال هو قول الأكثر. القول الثاني أنه مجاز، بمعنى أنه مجاز مطلقا
في جميع أحوال لا استثناء لسورة دون أخرى، وقال به ابن عقيل من فقهاء الحنابلة والرازي صاحب المحصول. والقول الثالث التفريق بين نوعين من الأسماء المشتقة، فقالوا إنما يمكن بقاء المعنى عقب وجوده، يعني يبقى المعنى عقب وجود الاسم، عقب وجود الفعل عفوا، عقب وجود الفعل، فإن الاسم حينئذ يكون حقيقة، وذلك كالمصادر السيالة يعني التي تتكرر مثل البائع، فالبائع حال بيعه وبعد انقضاء بيعه يسمى بائعا، والمتكلم هذا من مصادر السيالة، فحال كلامه وبعد انقضاء كلامه كان متكلما وهو متكلم بالكلام الذي بقي. فالمصادر السيالة مثل البيع والكلام والنكاح، وذكرها منصور في أول كتاب الروض وهو الوضوء والاغتسال، فإن الوضوء والاغتسال من مصادر السيالة، بمعنى أن من فعل الوضوء حال وضوءه نسميه متوضئا، وبعد انقضاء الفعل ما لم يأتي بمناقض اللي هو نواقض الوضوء أو موجبات الغسل نسميه متوضئا، فهو من مصادر السيالة. وقد مر علي أن بعضا لم يعرف ما معنى مصدر السيالة فظن أن السيالة من سيالان الماء، وليس كذلك، وإنما السيالة بمعناها أنه يبقى المعنى بعد انقضاء الفعل. نعم، قلنا الأمر الأول أن المصادر السيالة وهي التي يبقى فيها المعنى بعد انقضاء الفعل فإنها تكون حقيقة، ما عدا ذلك من الأمور وهو التي لا يبقى فيها المعنى عقب انقضاء وجود الفعل فإنه يكون مجازا ولا يكون حقيقة. نعم. وقيل طبعا قوله وقيل هذا من باب استثناء مسألة من الخلاف الأقوال الثلاثة، متفق على أنه لا يكون حقيقة. إن طرى على المحل وصف وجودي يناقض الأول لم يسمى بالأول إجماعا. نعم، هذا القول الذي ذكره المصنف جزم به في كتاب القواعد، وإن كان هنا أتى به بصيغة التضعيف لكنه جزم به، وذكر أنه في القواعد أنه حاصل ما ذكره الرازي والآمدي في المسألة. قالوا إذا طرأ على المحل وصف وجودي يعني شيء موجود يناقض الأول، مثل انتقاض نواقض الوضوء ومثل موجبات الغسل ومثل الطلاق بعد عقد النكاح فلا يسمى ناكحا بعد وجود الطلاق وهكذا، ومثل الفسخ بعد وجود عقد المبايعة، قال لم يسمى الأول بهذا الاسم حقيقة بإجماع كما ذكره المصنف. طبعا هذا الإجماع حكاه الآمدي وتبعه من بعده. نعم. نسألة. نعم. شرط المشتق صدق أصله. نعم، هذه مسألة مهمة التي ينبني عليها مسائل عقدية، وهو أنه يشترط في المشتق أي الاسم المشتق صدق أصله، والمراد بأصله المشتق منه. وقول المصنف شرط المشتق أي سواء كان المشتق اسما أو فعلا فلا بد أن يكون أصله يصدق عليه ذلك، أي الفعل موجود فيه. نعم. خلافا لأبي علي وابنه. قول المصنف خلافا، الحقيقة أن هذا الخلاف ليس خاصا لأبي علي الجبائي، وإنما هو خلاف لجميع المعتزلة، ولكن أبا علي الجبائي وابنه لهم خلاف في هذه المسألة صعب جدا وسأذكره على سبيل السرعة. قال فإنهما قالا، نعم تفضل، فإنهما قالا بعالمية الله تعالى دون علمه وعللاها به فينا. نعم، قال فإنهما قالا بعالمية الله تعالى دون علمه. أبو علي وابنه الجبائي، أبو علي الجبائي وابنه قال إن لله عالمية، كما ذكروا أن لله قادرية وهي القدرة مشتقة من القدرة، فالعالمية هذا اسم مشتق، فيقولون إن كلمة العالمية والقادرية هي حال بين العالم والمعلوم، فجعلوا زي فكرة المنزلة بين المنزلتين، فجعلوها حالا بين العالم والمعلوم. وهذه الحال أو الأحوال تطلق عادة على في مصطلح القوم اللي هم معتزلة على ما هو ليس موجودا ولا معدوما وإنما وسط بينهما، ولا أدري ما هو الوسط بينهما، غير موجود في الذهن حقيقة. وذلك يقولون إن الجبائي الحال عنده لا وجود له في الذهن،
لأن الحال والأحوال عندهم ما ليس بموجود ولا بمعدوم فلا وجود له عندهم، فلا هو بالموجود ولا هو بالمعدوم، ولا هو بالمجهول ولا هو بالمعلوم كذلك، ولا هذه الصفة العالمية والقادرية حادثة وليست بقديمة. ولذلك يقولون إن هناك ثلاثة أشياء لا يمكن فهمها ولا تصورها. أحد هذه الأشياء الثلاثة حال أبي علي، هذه حال أبي علي. ما هي العالمية؟ شيء لا يمكن تصوره في الأذهان. يقولون الثلاثة التي لا يمكن فهمها في علم الكلام أو ما يمكن تصور حقيقة لها حال أبي علي وكسب الأشعري وطفرة النظام. وأما الفقهاء فإن لهم نكتة أخرى يقولون، أذكر هذه لكي نطرد سآمة الدرس قليلا، فقد ذكر بعض فقهاء الشافعية أن المستحيلات أربع أو ثلاث، وهي غضب الجلاد وطهارة السماد لأنهم لا يرون طهارة العين نجاسة العين، قالوا والرد على ابن الحداد وهو أبو علي ابن الحداد فقيه الشافعي المشهور الذي طبع كتابه مؤخرا باسم الفروع المولدات. فيقول إن أبا علي الحداد كان نظارا ولا يمكن أن يغلبه أحد، وكتاب الفروع المولدات هذا الذي طبع مؤخرا أتى به من ذهنه ولم ينقله عن أحد، كلها فروع لم يسبق إليها، فهو من أصحاب الوجوه المعتمدين عند الشافعية. نعم. قال فإنهما يقولان بعالمية الله أي حال العلم دون علمه، فيقول إن الصفة نستفيد منها الحال ولا نستفيد من إن العفو الاسم المشتق نستفيد منه الحال ولا نستفيد منه الصفة دون علمه. قال وعللها به فينا، أي وعلل الجبائي وابنه، عللها أي علل العالمية به أي بالعلم فينا أي في المخلوقين. فيقولون إن المخلوق لا يوصف بكونه عالما إلا إذا كان عنده علم. نعم. مسألة لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره. نعم، هذه مسألة سهلة جدا، وهو أنه أن اسم الفاعل بالخصوص وكذلك غيره من المشتقات مثل اسم مفعول وغيره لا يطلق على شيء إلا ويكون المعنى المشتق منه موجودا فيه وقائما به، ولا يصح أن يكون الفعل المشتق منه موجودا في غيره، فحينئذ لا يصح الاشتقاق. وقد أجمع على هذه القاعدة التي أوردها المصنف أهل اللغة، حكى الإجماع جماعة، ومن أطال في هذه القاعدة الشيخ تقي الدين في كتاب الكيلانية. نعم. خلافا للمعتزلة. قال خلافا للمعتزلة، أي المعتزلة يقولون يمكن الاشتقاق والفعل قائم بغيره، لأنهم يقولون إن الله عز وجل له أسماء وصفات والأفعال مخلوقة في غيره، وهذا كلام نسأل الله عز وجل السلامة خطير، فيقول إن الله متكلم لكن بكلام مخلوق، وهذا ما يصح. هذه القاعدة المتفق عليها بين أهل اللغة ينبني عليها مسألة فقهية، بما أنني أذكر لكم ذكرنا الشرط أن تكون مسألة فقهية. لو أن شخصا قال إنه مطلق فهل يقع الطلاق أم لا؟ نقول نعم وقع الطلاق. لماذا؟ لأن الاسم المشتق وهو اسم الفاعل لا يقع لا يصدق إلا على ما وجد فيه الفعل، وذلك يقول العلماء إن الطلاق يقع بلفظ الطلاق وما تصرف منه غير اسم فاعل غير اسم مفعول مبني لمستقبل أو أمر. طيب، أيضا ذكروا في الأيمان لكن لن أذكرها. نعم. مسألة. نعم. الأبيض ونحوه من المشتق يدل على ذات متصفة بالبياض. نعم. لا على خصوص من جسم وغيره بدليل صحة الأبيض جسم. نعم، هذه مسألة يعني وهي قضية، قال الأبيض هذا اللفظ المشتق الذي يدل على صفة، قال كالأبيض ونحوه من المشتقات كالأحمر والأصفر وغيره ومثل اسم الفاعل والمفعول الضارب والمضروب، قال يدل على ذات لا على جسم، فلا يلزم وجود الجسم، متصفة بالبياض أي أنها تدل على أن مفهوم هذا الاسم المشتق يدل على ذات ما تكون متصفة بتلك الصفة التي وجدت فيها هذا الاسم. قال لا يدل على خصوص من جسم وغيره. طبعا هذا الكلام نقول أصلا كلام صحيح، لكن لا بد أن نبين ما معنى الجسم.
لأن الجسم له أكثر من معنى وليس معنى واحدا. والشيخ تقي الدين في بيان تلبيس الجهمية ذكر المعاني المحتملة للجسم، لأنه قد يكون معنى صحيح فننفيه، وقد يكون معنى قصد به نفي الصفات مطلقا. ولذلك دائما في مثل هذه المصطلحات الحادثة التي ليست في أصل الشارع لابد من النظر إليها. قال بدليل أنه لا تدل على ذلك، قال صحة الأبيض جسم، فلا يصح أن يوصف الشيء بشيء هو فيه دال عليه فيكون تكرارا. نعم. مسألة تثبت اللغة قياسا عند أكثر أصحابنا. نعم، هذه المسألة من المسائل المهمة نوعا ما، وهي قضية ثبوت اللغة قياسا. عندنا مسألتان، أريد أن أذكر هاتين المسألتين قبل أن أذكر لكم هذه المسألة. المسألتان عندنا مسألة مبدأ اللغات، هل هو توقيفي أم قياسي؟ هذه مسألتنا هنا. والمسألة الثانية، هل يقاس على اللغة أم لا؟ إذن عندنا مسألتان، مبدأ اللغات، وهذه سيذكرها المصنف في آخر الباب إن أمكننا اليوم إن شاء الله عليها. والمسألة الثانية عندنا هنا، وهي قضية القياس على اللغة، هل يقاس على اللغة أم لا؟ المسألة الأولى الخلاف فيها يكاد أن يكون لا ثمرة له كما سأذكر لكم، وأما الثاني فإن لها ثمرة سنذكره عندما ننتهي من الخلاف في هذه المسألة. طيب. نعم، يقول الشيخ تثبت اللغة قياسا عند أكثر أصحابنا، هذا يدلنا على أن أكثر فقهاء الحنابلة يرون أن القياس يجري في اللغة، وهذا نص عليه القاضي أبو يعلى وابن عقيل، وقال ابن قاضي الجبل في كتاب الأصول، وهو قول أكثر علمائنا. ثم قال الشيخ نعم، ونفاه أبو الخطاب وأكثر الحنفية. نعم، قال ونفاه أبو الخطاب فإنه لا يرى القياس في اللغة، ودليله بذلك قال لأنه ما من لفظ إلا ويختلف، لأنه ما من شيء إلا ويوافق غيره في معنى ويخالف في غير في معنى آخر، فلا قياس من كل وجه. وأكثر الحنفية كذلك يرون هذا الرأي، وأيضا إضافة للحنفية أكثر الشافعية كذلك. نعم، وللشافعية قولان واختلفوا في الراجح. نعم، والشافعية قولان أكثرهم على المنع، وبعضهم يعني رجح الإثبات. ممن قال بالإثبات أبو العباس بن سريج وابن أبي هريرة وأبو إسحاق الشيرازي والفخر الرازي، وأما أكثرهم فعلى النفي. نعم، وللنحاة قولان اجتهادا. نعم، والنحاة قولان اجتهادا، اجتهادا منهم في هذه المسألة، وإلا فإنهم في التطبيق يرون أنها موجودة. نعم، والإجماع على منعه في الأعلام والألقاب، قاله ابن عقيل وغيره. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن تحرير محل الخلاف، ما هي المسائل التي يجري فيها الخلاف وما لا يجري. أولا قال الإجماع على منعه في الأعلام والألقاب، لأن الأعلام أسماء الأعلام والألقاب لها غير معقولة المعنى، فحينئذ لا يجري فيها القياس. وبناء على ذلك فإنك يمكنك أن تسمي شخصا بجميل مع أنه ليس بجميل وإنما هو قبيح. والعرب قديما كانت تسمي أبناءها بأسماء تخوف أعداءها وإن لم تكو موصوفة به، فتجعل لهم أسماء مخوفة. ولذلك فالإجماع منعقد على أنه لا قياس، فلو أردت في الأسماء أن تسمي الشخص بما يشابهه لما كان ذلك متفقا على كل وجه. هذا معنى قوله في الأعلام والألقاب، قاله ابن عقيل وغيره. طيب، قال وكذا مثل إنسان ورجل، لأن إنسان ورجل هذه من الأسماء المطلقة التي تصدق على كل من دخل في مسماها من غير قياس، فهي بلفظها لفظ مطلق فلا تحتاج إلى قياس، فكل حيوان ناطق يسمى إنسانا، ومن كان منه ذكرا سمي رجلا. قال ورفع الفاعل، لأن رفع الفاعل لا قياس فيها وإنما هي استقرائية، ومعنى كونها استقرائية لأن رفع الفاعل استقرئ من ألفاظ العرب وكلامهم وأخذ تعميمهم للاستقراء، وبناء على ذلك فإن ما لم يسمع فيه رفع الفاعل فلا نرفعه، مثل أسماء المبنية مثلا فإنه لا يرفع الفاعل فيها فإنها مبنية وإن تكلف وقيل محله الرفع لكنه مبني وهكذا. نعم، قال ومحل الخلاف، بدأ يتكلم المصنف عن تحرير محل الخلاف،
إضافة لما سبق، فإنه قد اتفق على عدم جريانها في الأعلام والألقاب، وأيضا عدم جريانها في صفات اللغة المبنية على الاستقراء كرفع الفاعل، ومثل الأسماء المطلقة التي تدخل تحتها أمور. نعم. ومحل الخلاف: الاسم الموضوع لمسمى مستلزم لمعنى في محله وجودا أو عدما. نعم. قبل النظر قال: ومحل الخلاف أي في الأسماء الكلية، وهو الاسم الموضوع لمسمى مستلزم لمعنى، وهذه تسمى أسماء الأجناس والأنواع، في محل وجوده أو عدمه، إذا وجد سمي وإذا انتفى فإنه لا يسمى. مثاله قال: كالخمر النبيذ. نعم. كالخمر، معروف أن الخمر يسمى بها ما أسكر، لكن هل النبيذ لكونه يسكر كثيره يسمى خمرا؟ ونحن مر معنا أننا لما قال فقهاؤنا بأن اللغة تجري فيها القياس، قالوا إن الخمر لا يلزم فيها أن تكون مسكرة، فقد تعرف بالعلامات، فما أسكر كثيره فإن قليله حرام يسمى خمرا، كذلك كل ما ألقى بالزبد، وكذلك كل ما طبخ فذهب ثلثه وبقي ثلثاه، وكذلك العصير إذا مرت عليه 3 أيام سمي خمرا، وإن لم نعلم حقيقة أنه يخامر العقل ويذهبها، ولذلك فإننا نظرنا للصفة هنا فأجرينا فيها القياس، قال لتخمر العقل. نعم. قال: والسارق للنباش، أي النباش يسمى سارقا لوجود المعنى المشترك، وهو أخذ الماء على وجه الخفاء، لكن الفرق بين السرقة الأصلية والنباش أن السارق الأصلي من حي وهذا من ميت. قال: للأخذ خفية، أي هذا المعنى العلة المشتركة للقياس. قال: والزاني لللائط، للوطء المحرم، العلة المشتركة بينهم الوطء المحرم، لكن الزنا في قبل آدمية واللواط في دبر رجل أو امرأة فيسمى زانيا. وذلك المذهب لما أعملوا هذا القاعدة وهي قياس اللغة قالوا إن النبيذ يأخذ حكم الخمر ولو شربه ولم يذهب عقله فإنه يسمى شارب خمر يحد، إذا عرفنا أن المشروب يسمى خمرا بالعلامات التي أوردت لكم بعضها، والنباش عندهم تقطع يده، والزاني أعفوا واللائط يأخذ حكم الزاني من حيث إقامة الحد عليه من باب الدلالة اللغوية، هذا هو فائدة الخلاف. انتبه لهذه المسألة. إذن المذهب لما أثبتوا القياس في اللغة فيقولون إن الدليل على حد شارب الخمر واللائط وعلى قطع السارق النباش الدليل عليها النص الشرعي للقياس، وأما الذين نفوا القياس كأبي الخطاب وغيره فيقولون إن الدليل ليس العموم النص الشرعي وإنما الدليل القياس فيكون أضعف، وذلك فإن المؤلف ذكر في كتابه القواعد الفقهية أن بعضا من العلماء قالوا إن الذين قالوا لا يقطع النباش ولا يحد شارب النبيذ ولا يحد اللائط سبب قولهم الخلاف في هذا المسألة، قالوا فيه نظر، طبعا هو يقصد بمن قال ذلك الطوفي، لأن المؤلف انتفع بكلام الطوفي كثيرا وصدق المؤلف، فإنه لا يلزم من المخالف في هذا القاعدة نفي الحكم، فقد يكون مخالفا في القاعدة ولكن له دليل آخر، لأن الحنفية يرون القياس، فليس الثمرة في الحكم وإنما الثمرة في الدليل. انتبه لهذه المسألة المهمة. نعم. يمدينا الوقت؟ انتهى الوقت؟ الأوراق انتهت. كم أخذنا؟ الأوراق انتهت. كم بقي؟ كم بدأنا؟ جت 9. طيب نقف هنا، كان بدنا نذكر مسائل الحروف لكي ننتهي من يعني اللغة، لكن قدر الله وما شاء فعل. أسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح وأن يتولانا بهداه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدءا من الدرس القادم سيكون سهل بإذن الله عز وجل، يعني الدرس اليوم هو أقرب للبلاغة وأقرب إلى البيان منه إلى الأصول، ولكن صعوبته في مصطلحات الأصوليين، وكثير من اللغويين المعاصرين لما أراد أن يتكلم عن بعض المسائل البلاغية قال إن كلام الأصوليين فيها أكثر بكثير من كلام اللغويين من أهل البيان والبلاغة، ولك فإن يعني درسنا اليوم السابق علاقته باللغة أقرب، هذا من جهة، من جهة أخرى أن طالب العلم محتاج إليه، ولذلك فإن الطوفي له كتاب جميل جدا سماه الصعقة الغضبية،
على منكر العربية. قال إن من 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 نظر في الفقه فلا بد أن يكون عارفا بالعربية نحوها ولغتها سواء كان مشهورا أو غريبا من لفظها، ولا بد أيضا أن يكون عالما بالاشتقاق والصرف ويعرف البيان الذي هو الحقيقة والمجاز وغيرها من الأمور المتعلقة بالبيان. وذلك الأصوليون لما تكلموا عن العلاقات ذكروا كلاما لا يكاد يوجد عند غيرهم. أحد الأصوليين وهو عبد القاهر الجرجاني كتاب إعجاز القرآن يعتبر مرجعا مهما، وهو في الحق أقرب إلى طريقة الأصوليين والمتكلمين منه إلى البلاغيين، ولكنهم شققوا ودققوا لأنهم عنوا بهذا الباب. طبعا لذلك يعني مثل هالأمور هذه يجب أن تكون حاضرة في ذهن طالب العلم. هناك كتاب آخر جميل جدا لأحد المغاربة توفي في آخر القرن التاسع اسمه الغرناطي، توفي 892، اسمه في مجلدين، جميل جدا هذا الكتاب وأنصحك بقراءته. عن هذا الموضوع هو مالكي، طبع في مجلدين في جامعة في ليبيا قديما من نحو 20 سنة. اللهم صل على محمد، نسيت اسمه على لساني دائما لكن نسيت اسمه، فيها إعلام لعلي أتذكره الأسبوع القادم إن شاء الله. طيب، هذا أخونا يقول هل الخلاف في الحقيقة والمجاز سواء بين أهل السنة أو بينهم وبين غيرهم حقيقي أو لفظي؟ تكلمنا عنه من ساعة. نقول الحقيقة أن الخلاف لفظي، وإنما عندنا أمران. الأمر الأول أن بعضا من العلماء الأصول وغيرهم يجعلون المجاز من عوارض المعاني. قال ابن رجب: وهذا يوهم أنهم ينفون الحقائق، ولكن ليس هذا مراد كل من قال بالمجاز. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الذين نفوا ليس لأنه ممنوع في ذاته، وإنما لما يفضي إليه من التوسع في الاستخدام، فإن التوسع في الاستخدام المجاز مفض إلى تعطيل كثير من الأمور الخبرية سواء في أسماء الله وصفاته، أو لبعض المعتزلة، وأصبح هناك معتزلة معاصرون في نفي حقائق ما يحدث يوم القيامة من أشراط وأخبار تكون في آخر الزمان. فلذلك التوسع في هذا الباب، خاصة إذا قيل إن المجاز هو الأغلب، قد يجعل الشخص يذهب للمعنى البعيد لظن متوهم عنده أن هذا المعنى البعيد هو الراجح. وذلك يعني كان الشيخ يعني من الطرائف أن الشيخ عبد الرزاق عفيفي عليه رحمة الله كان يعقد مقارنة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فيقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أراد أن يرد على المخالف أتى إلى بيته فنقضه من أصله. لما جاء للمناطقة قال: عندكم قاعدتان ننقضها من حيث العقل، مثل قضية كل حادث مخلوق ومثل بعض القواعد. ثم لما جاء في هذا قال: أصلا تقول في المجاز، المجاز لا يوجد في اللغة، فيأتي فينقضه من أصله. قال: وأما ابن القيم فإنه يأتي إلى جدار المخالف فينقضه طوبة طوبة، كذا يقول الشيخ، طوبة طوبة، يأخذه جملة جملة، وسيع صدر الشيخ ابن القيم، يأخذه كلمة كلمة فينقضهم طوبة طوبة حتى يسقط الجدار كله. فطريقة تفكير الشيخ تقي الدين مختلفة عن طريقة ابن القيم، وإن كان ابن القيم قد انتفع انتفاعا كبيرا جدا من شيخه عليه رحمة الله، والشيخ انتفع بتلميذه، حتى قيل إن تلميذه هو الذي حبب الشيخ تقي الدين للناس. ذكر ذلك بعض المتأخرين، أظنه الغزالي الشوكاني أو الصنعاني، نسيت الآن، أنه قال يعني إنما حبب الناس بالشيخ تقي الدين تلميذه لأن أسلوبه ساحر، إن من البيان لسحرا. إذن سواء قلت إنه توجد حقيقة أو مجاز، لا خلاف في الاعتقاد مطلقا. الخلاف فيما يتعلق بمسألتي ذكرتها قبل قليل لمسألة التسلسل التي بنوا عليها التسلسل قدم الحوادث، لما قالوا إنه هل يوجد الاسم قبل وجود الصفة، قالوا وإن إذا قلنا إنه حقيقة يلزم منه التسلسل في القدم، والكلام هذا الباطل الذي لا يصح. يقول أخونا: أليس الصواب في قول المصنف: وعلى الأول المجاز أغلب وقوعا؟ قال ابن جني: أكثر اللغة مجاز، وعلى الأول ليس المجاز أغلب وقوعا، قال بدلالة أنه ذكر القول الثاني ونسبه إلى ابن جني. لا، ليس هذا مراد،
لا لا لا، الذين شرحوا شرحوا المتن وشرحوا مختصر يشرحونه على ما ذكرت لكم. يقول: الطرق التي ألفت فيها كتب الأصول المشهورة ثلاثة، هل يوجد كتب في الأصول ألفت على طريقة الشافعي؟ لا شك، هو إن صح التعبير أبو الأصول، يعني طريقة الشافعي الرسالة. وللشافعي منة كما قال أحمد وقد صدق، منة في عنق كل رجل من أهل الحديث. وذلك بعض الناس المعاصرين لما كان يعني يرغب بتجديد أصول الفقه قالوا إن أصول الفقه كان له دولاب للتجديد حتى جاء الشافعي فأوقفه. وكثير من العصرانيين المعاصرين يذمون الشافعي ذما عظيما، وهذه ممدحة له، لأنهم يقولون إن الشافعي لما ألف أصول الفقه يقول أوقف دولاب التجديد، يزعمون ذلك وقد كذبوا. فالشافعي لم يؤلف من ذهنه ولم يبتدع شيئا، إنما ابتدع التصنيف. وأما الأمر فهو محفوظ في صدور الرجال كالسنة، فإنها كانت محفوظة ثم دونت، والأصول كان محفوظا ثم دون، والفقه كان مفتن به ثم دون، وهو الرأي. ولذلك الشافعي هو إمام الباب، لكن أصحابه تغيروا، فمنهم من سلك طريقة أهل الكلام في الاستدلال، ومنهم من سلك طريقة المناطقة كطريقة المستصفى، فإنه سلك طريقة المناطقة، قيل إنه أول من جعل المقدمة المنطقية والاستدلال المنطقي. قيل ولا أدري عن صحة ذلك أن الذين وافقوا الشافعي في طريقته الصيرفي في شرحه للرسالة، أنا لا أدري، الكتاب غير موجود، لكن يقال إنه شرح الرسالة بطريقة الشافعي رحمه الله تعالى من غير طريقة المتكلمين أو أهل المنطق. ويقولون إن السمعاني في القواطع يعني له لفتات جيدة، وإن كان يعني العلم أصبح متداخلا بين غيرهم. الشافعية يعني ما هي أقل كتب الأصولية تأثرا بعلم الكلام؟ ذكرت لك قبل قليل من هذه الكتب التي ذكرت لك قبل قليل، وهي الأصل، قواطع الأدلة، هذا كتاب يعني من الكتب الجليلة حقيقة، لكن عيبه كما ذكرت لكم في أول درس الترتيب. كثير من الكتب يقل انتفاع الناس بها لأن ترتيبها مخالف للترتيب الذي في ذهنهم، تجد المسألة في غير مظنتها فتتعب، سواء كانت المسألة في الفقه، سواء كانت حتى في الحديث. أذكر أن بعض الفضلاء قديما قبل أن تأتي الموسوعات، بل من الفائدة قبل أن تأتي الموسوعات، كان هناك فتح عندنا، جاء يمكن يذكرونه أخوان كبار السن مثل أبو حذيفة وأبو عبد الرحمن، لما جاءت الأكعب التي تجعل في آخر الكتب فرح بها الإخوة، فرحوا ويذهبون إلى مدينة لا يباع في المملكة إلا في مدينة معينة في الطائف، فيشترونها من الطائف. كان جاءتنا قبل فترة أكعب تلصق على المغني وعلى فتح الباري لكي تعرف الأبواب. أذكر أن واحدا اتصل علي قديما من بلدة أخرى في المملكة، يقول: أين الجهاد في المغني؟ لم أجده، لأنه اعتاد أن الجهاد يكون بعد الحج. فلذلك الترتيب هذا مهم جدا في الوصول للمعلومة. أنا أظن قواطع الأدلة يعني ترتيبه أشكل، وأن فيه استطرادات كثيرة هو الذي جعل الناس يبتعدون عنه. نقف عند هذا الجزء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سمي شيخنا روضة الأعلام. أحسنت، الغرناطي اسمه روضة الأعلام. جلتك نبهتني شيخ قبل قليل، لو نبهتني قبل قليل شيخ جزاك الله خير.